بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحكم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل منتبه البدع، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد روى الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه بسنده عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت انا الذي اني ذلك منه منذ بعثه الله تعالى إلى أن أو حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعل. فلما إن كان ذات يوم أو فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن الصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العشاء رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن أعبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومدني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيت، فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن، فاستأذن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله تعالى بقضائك. ثم قال: ألم تر الركائب المناقات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فلك، فاقبضهن واقض دينك. ففعل. فذكر الحديث، ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأذن أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتبة يعني من الغد، دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة امرأة حتى أتى النبي، فهذا الذي سألتني عنه. كما ذكرنا هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين في كتاب الخراج، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ولم يروي بهذا التفصيل إلا أبو داود،
والحديث رواه بسنده عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، وحلب سورة بالشام أو بلدة بالشام، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء. يعني هذا الرجل كان يسأل بلالا رضي الله تعالى عنه عن تفاصيل نفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان ينفق وكيف كان يفعل، فقال: ما كان له شيء، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من المال، كنت أنا الذي أني ذلك منه، كنت أنا الذي أتولى أحواله المالية ونفقاته، يعني أشرف عليها، منذ بعثه الله تعالى إلى أن توفي، وفي رواية حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن الذي أني هذا ما يأخذ من الولاية، يعني أنا الذي أتولى ذلك، أي أمر النفقة منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا، يعني ليس عليه ثوب، يأمرني فأنطلق فأستقرض، فأنطلق فأستقرض يعني أستدين، يعني يستدين لذمة النبي عليه الصلاة والسلام والإحسان، فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين، يعني حتى عرض لي رجل من المشركين، فقال: يا بلال إن عندي سعة، إن عندي سعة يعني عندي مال كثير وأنا متيسر، فلا تستقرض من أحد إلا مني، متى ما احتجت إلى الاستقراض فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعل، يعني استقرضت منه عند الحاجة، كنت أقرض منه عند الحاجة، لهذا جواز أن يحصل هذا النوع من التعامل حتى مع المشركين. فلما أن كان ذات يوم توضأ ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فإذا المشرك يعني فإذا ذلك المشرك الذي قال لبلال: لا تستقرض من أحد إلا مني، في عصابة من التجار، يعني في جماعة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لباه، يعني لبيك، فتجهمني، أي تلقاني لوجه كريم، تجهمني يعني تلقاني بالغلظة، عملني بشدة والغلظة والجفاء. قال فخاموس: جهمه كمنعه وسمعه، استقبله بوجه كريم كتجهمه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: كنت قريب، يعني هو يحذر وينذر ويعمل هذه الغلظة مع أنه لم يتخلف، لم يكن قد حل الموعد، لكن هذا المشرك بسوء خلقه تجهمه لما لقيه وقال له هذا الكلام الغليظ، وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر، يعني كم بينك وبين الشروع في الشهر الجديد، أو كم بينك وبين تمام هذا الشهر الذي لم نقيه؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، أربع يعني أربع أيام وليالي، ولماذا؟ أربع ليالي، لكن لو كانت ما بينك وبينه أربعة يبقى تقول أيام، لأن الأعداد من ثلاثة لتسعة التمييز بيخالف إيه؟ التأثير والتأثير. فهنا إنما يعني هذه تدلنا على إيه؟ إنما بينك وبينه أربع، فلما نيجي نصبحها نقول أربع ليالي، لأن الليالي مفردها ليلة مؤنثة. إنما بينك وبينه أربع، أربع يعني ليالي، فإذا جاء الشهر ولم تؤذن عليه فآخذك بالذي عليه. قال: إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليه، فأردك طبع الغنم كما كنت قبل ذلك. وهذا هو المقصود الأساسي من فرض هذا الحديث اليوم أو هذه الليلة. إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي عليك، يعني آخذك على رأس الشهر في مقابلة ما عليك من المال، وأتخذك عبدا في مقابلة ذلك المال، سوف تعدل مع هذا الدين، فبالتالي آخذك عبدا وأستعبدك من جديد، فأردك ترعى الغنم، يعني أردك أعيدك كما كنت من قبل عبدا ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي، يعني أخذني ووجدت في نفسي من الهب ما يأخذ في أنفس الناس، تأثرت بهذا الكلام الذي جرحني كما يجرح الناس مثل هذا الكلام السيء، يقول: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، يعني من الهم، حتى إذا صليت العتمة أي صلاة العشاء
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت أو فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. هذا من أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم طلبه أو إذا نجا يقدم بين هذه العبارة المؤدبة التي تعرف عن غاية الحب والتعظيم للنبي عليه السلام. بأبي أنت وأمي معناها يعني أفديك بأبي وأمي، أنت فداك أبي وأمي، وضحت بأبي وأمي من أجلك، أو أنت أعز عندي من أبي وأمي، فمعناه أنت مفدي بهما صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه، أي كنت آخذ الزين منه، كنت أستقرب وأستدين منه، قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني، ولا عندي ما أقضي، ولا عندي، قال وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، يعني ولا عندي ما أقضي أنا أيضا به، أي نعم، وهو فاضحي، يعني هو ناوي أن يفضحني إذا لم أورد له من هذا الدين، ففاضحي اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم، ومعنى فضحه يعني كثف من تأويه، وهو فاضحي، فأذن لي أن آذب، يعني أن أذهب وأفر إلى بعض هؤلاء الأحياء، فأذن لي أن آذق أو فآذق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا، أذن لي أن أفر وأهرب قبل أن يحين الأجل إلى أن يرزقك الله سبحانه وتعالى مالا فتقضي عني فيقضى هذا الدين، حينئذ أعود حتى لا يعني يفعل أو ينفذ ذلك المشرك وعيدا. فأذن لي أن آذق أي أذهب وأفر إلى بعض هؤلاء الأحياء، الأحياء جمع حي بمعنى قبيلة، إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني، يعني كان يستدين لقضاء حجاج المسلمين عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فخرجت يعني خرجت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي ونيرابي ونعلي ومجلي عند رأسي. هذا كل المتاع الذي كان يملكه بلادي، جعلت سيفي وجرابي وهو وعاء من جهاز أو من جلد الشاة يدخل فيه السيف مع غمده، يدخل السيف مع الغمد في داخل هذا الجراب. أيها فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجلي، المجل هو الترس عند رأسي، وفي رواية أخرى استقبلت بوجه الأفق فكلما نمت ساعة انتبهت فإذا رأيت علي ليل لم حتى ينشق عمود الصبح الأول. أي نعم، يقول حتى إذا هنا حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، انشق يعني انصبح وطلع، وفي الحديث فلما شق الفجران أمر بإقامة الصلاة، يقال شق الفجر وانشق إذا طلع، كأنه شق موضع طلوع، لأنه نفس الشق وفتحة الأفق كانت في موضع طلوع الفجر. نعم، وخرج من هذا المكان عمود الصبح حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، المقصود بالعمود المستطيل المرتفع في السماء، وهو الصبح الكاذب دون الفجر الأحمر المنتشر في أفق السماء، فإنه الصبح الصادق والمستطيل. فبين الصبحين ساعة لطيفة، فإن يظهر الأول وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا، فالفجر الذي يتعلق به الأحكام هو الفجر الثاني، فيدخل وقت الصوم ووقت صلاة الصبح بطلوع الفجر واستنارته وإضاءته، وهو انصباع الفجر الثاني المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دورها حتى يرتفع فيعم الأفق وينتشر على رؤوس الجبال والقصور المشيدة. والمعنى أني أردت أن أسير في الصبح الكاذب لكي لا يعرفني أحد من ظلمة آخر الليل، يعني كان من أن أعد كل عدته أو كل عدته وبقي يترقب الفجر حتى إذا عند بداية الناوي عند بداية الفجر طلوع الصبح الأول يعني الفجر الكاذب ينطلق قبل أن يظهر الفجر الصادق فينكشف ويعرفه الناس فيتفضلون إلى أنه في حالة إيه؟ هروب من قضاء هذا الدين. يقول بلال رضي الله تعالى عنه حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، يعني قبل أن يأتي العمود الثاني هو الفجر الصادق وينتشر الضوء وأكشف، فإذا إنسان يسعى يدعو، يسعى يعني يعدو على رجليه، إذا إنسان غلو يجري على رجليه بسرعة ويلاقي من بعيد ويقول يدعو يا بلال أجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيت فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن. فإذا أربع ركائب جمع ركوبة وهو ما يركب عليه من كل دابة. فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن تحمل من الخيرات والزاد والمتاع الكثير. فاستأذنت فقال لي يعني هو ذاك رأى هذه الركائب في أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائه. فإذا هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبشر الإنسان بما يكون أبشر. فهذا يدل لما هو منتشر في بعض البلاد إذا أردت أن تسأل شخصا عن شيء وأنت في حالة تخوف أن ترد أو لا يلحق قلبك تقول لك أبشر. فهذا التبشير يصدق قوله عليه السلام بشروا ولا تنكروا ويسروا ولا تعسروا. فهنا فتحه بهذه الكلمة التي تصيب خاطره وتجبر كسره. فقال له أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك. قضائك يعني المال الذي تقضي به هذا الدين. ثم قال ألم ترى الركائب المناقات الأربع؟ فقلت بلى. فقال إن لك رقابهن وما عليهن. إن لك رقابهن الأربع وما عليهن يعني من المتاع. فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك. أهداهن إلي عظيم فدك. يعني الزعيم أو الرئيس قبيلة معينة أو بلد معينة. وطبعا يرسل من هذا يعني جواز قبول هدية الكافر. فهذه الهدية قبلها النبي عليه السلام من عظيم فدك وهو كافر. أي نعم. وذكر العلماء أن الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ملك له. أما إذا أهديت إلى أمير الجيش فإنها تيم للمسلمين كما تشرح السير وبه قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول فاقبضهن واقض دينك. فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد يعني بعدما فرغ من قضاء دين النبي عليه السلام يعني بعدما قضيت ديني انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد. فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ ما فعل ما قبلك؟ يعني ما فعل الذي عندك؟ ما فعل أو ما حال ما عندك من المال؟ هل هذا المال كفى وغطى كل البيوت أم لا؟ ما حال قال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل شيء من الدين. وتأملوا إذا تأملتم الحديث صلى الله عليه وسلم يعبر أحيانا عن هذا الدين على أنه دينه هو. قضيت عني يعني دائما يتحدث عن نفسه مع أن الدين هو كان لحق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأمن الصحابة كانوا يتحققون أن ليس فقط ما لهم ملك رسول الله عليه وسلم لكن حتى أنفسهم التي بين يعني ضلوعهم كانوا يقولون أن هذه الأنفس الرسول أولى بها منهم هم حتى الروح. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبي عليه السلام أولى به حتى من روحه التي بين جبهته. يقول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى يعني روحك إذا قدر أن الرسول عليه السلام أمامك الآن وأنك تموت من العطش وأمامك ماء لو لم تشربه لموت قطع لهلكت من العطش. والرسول عليه السلام في حاجة إلى هذا الماء أو يريد أن يشربه فلابد أن تستحضر قطعا وجزما أنك تؤثره بهذا المال الماء على نفسك حتى لو هلكت. والدليل قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واضح عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى ولا يرمي أنفسهم عن نفسهم. وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا. يقول بلال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ما فعل ما قبلك قال قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يبق شيء يعني فلم يبق منه شيء من إنهاء تعود على إيه فلم يبق منه شيء إنهاء تعود على الدين على الدين واضح أم تعود على المال تعود على الدين فقط يعني إن هذا المال قد استوعب وسدد كل الدين. قال أفضل شيء وهذا هو الدليل على أننا نقول إن الهاء أبقي شيء يعني أبقي منه شيء مقصود بها المال الدين. قال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء يعني يبقى شيء من الدين سددت تماما الدين. قال أفضل شيء يعني من إيه من المال من المال أفضل شيء يعني هل بقي شيء مما كان على الركائب؟ قال قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه اجتهد في إنفاقه في سبيل الله وتصدق به. قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. ما أدخل بيتي
حتى اطمئن الى ان هذا المال لا يبيح في ذمته وانه ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فقوله حتى انظر يعني ارفع في اراحته منه، انظر في اسباب النفقه في سبيل الله وابحث عن المصارف وانفقه فيها. انظر حتى تريحني منه اي تفرغ قلبي منه بان تنفقه على مصالحه. فلما صلى رسول الله انظر ان تريحني منه فاني لست بداخل على احد من اهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتبه ركن العشاء دعاني فقال ما فعل الذي قبلك يعني من المال؟ قال قلت هو معي لم ياتنا احد، هو عندي لم ياتنا احد ما اتنا يعني مستجوب. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وخف الحديث يعني فبقي رسول الله في المسجد ما دخل على احد من اهله من شده الخرق ان تقبل روحه وهو عنده هذا المال عليه الصلاه والسلام. حتى اذا صلى العتبه يعني اليوم الثاني يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد اراحك الله منه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، قد اراحك الله منه يا رسول الله يعني قد انفقته في مصارفه. اي نعم. فكبر وحمد الله من السرور والبهجه، كبر النبي عليه السلام وحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقه لانفاق هذا المال في مصارفه. فكبر وحمد الله شفقا من ان يدركه الموت وعنده ذلك، شفقا يعني خوفا من ان يدركه الموت وعنده ذلك اي ذلك المال. اي نعم. ثم اتبعته حتى اذا جاء ازواجه فسلم على امرأة يعني سلم على كل واحدة من النسوة حتى أتى مبيتا المكان الذي يبيت فيه. فهذا الذي سألتني عنه، وهذا الحديث سكت عنه المنذري وقال النيل رجال بهذه الصفات. نعيد الحديث على طوله. الحديث رواه أبو داود بسنده عن عبد الله بن الحمداني قال لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان له شيء، كنت انا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان اذا اتاه الانسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فانطلق فاستقرض فاشتري له البردة فأكسوه واطعمه حتى اعتبرني رجل من المشركين فقال يا بلال ان عندي سعة فلا تستقرض من احد الا مني. ففعلت. فلما ان كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن من الصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار. فلما أن رآني قال يا حبشي قلت يا لباك، فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشر؟ قال قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أرضع فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستاذنت عليه فاذن لي. فقلت يا رسول الله لابي انت وامي ان المشرك الذي كنت اتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فاذن لي ان ابق الى بعض هؤلاء الاحياء الذين قد اسلموا حتى يرزق الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى اذا اتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناقات عليهن أحمالهن فاستأذن فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك. ثم قال ألم ترى الركائب المناقات الأربع؟ فقلت بلى. فقال ان لك عقابهن وما عليهن فان عليهن كسوه وطعاما اهداهن الي عظيم فدك فاقبضهن واقض ليلك. ففعلت. فذكر الحديث ثم انطلقت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال افضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر ان تريحني منه فاني لست بذاكر على احد من اهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمه دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت هو معي لم ياتنا احد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقف الحديث حتى اذا صلى العتمه يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد اراحك الله منه يا رسول الله.
فكبر وحمد الله سبقا من أن يدركه الموت عنده ذلك، ثم اتبع